من صناعة الأفلام إلى هزيمة النكراء لليونيل ميسي، هل علمتم عن من نتحدث؟ أجل، نتحدث عن حارس المرمى للمنتخب الأيسلندي هانس هالدورسون، الذي أبكى كل من ميسي ورونالدو في كأس العالم الروسي 2018. اتصدى لركلة جزاء ميسي ساحباً فريقه للتعادل الإيجابي مع الأرجنتين بهدف لكل طرف بعد 5 سنوات فقط من الاحتراف. حيث كان يلعب في فريق راندرز الدنماركي المتواضع، وكان في نفس الوقت مخرجاً للإعلانات، وذلك سنة 2012، ليصبح حارساً للمنتخب الأيسلندي ومبدعاً في صناعة أفلام سينمائية سنة 2018، حيث استعان بلاعبي منتخبه لتصوير حملة دعائية لشركة كوكاكولا، اليد التي تصد رميات الكرة الملتهبة تصنع فناً رائعاً في مكان آخر. نترككم مع هذا الإبداع لتقرروا بأنفسكم.